باور اكس ايكوال 3. لو احنا رجعنا الفورمز اللي قلناه ده مش 1 والبيز مش ايكوال البيز ولا الباور ايكوال الباور، يبقى هنا ما ينفعش اشتغل بالرول اللي انا قلتها لك. طب ما تيجي نسال، عارف دي معناها ايه؟ معناها ان انا مثلا بقول لك البرايز اوف مثلا بن ايكوال 3، انا عايز ايه؟ انا عايز 8. فال 8 دي يا مستر، ال 8 دي انت قلت لي اقدر اعمل لها فاكتورايز؟ اه. تبقى ايه؟ 2 باور 3. بس يا مستر ده الباور بتاعها نيجاتيف، اعمل ايه عشان اخليه بوزيتيف؟ برافو عليكي، يبقى دي اقدر اخليها 1 اوفر 8. في مشكله؟ بص بقى المفاجاه، ادي 1 وادي 8، بس يا مستر دي معاها اكس اهي. بص دي بقى، هفك المره دي ال 8 بطريقه مختلفه. ال 8 هي كام؟ 2؟ يبقى دي 2 و2 و2 وبينهم تايمز. طب عملت كده ليه المره دي؟ عشان في باور اكس هعمل له ديستريبيوت. اتش 2 تو ذا باور اكس الفاليو بتاعتها 3، يبقى هنا 3 تايم تديني 27. نقول تاني، بيقول لي 2 باور اكس ايكوال، يبقى ده كل ما هتقابلك 2 باور اكس سبستيوت باي 3. طب انا هنا الباور نيجاتيف اعمل فليب، يبقى 1 اوفر، خليت الباور بوزيتيف. كويس، اسال ايه الريليتد بتوين ال 2 وال 8؟ ال 8 اقدر اعمل لها فاكتورايز 2 تايم 2 تايم 2. طب انا معايا باور اكس، اعمل ديستريبيوتيف اكس اكس اكس، اتش 2 تو ذا باور اكس الفاليو 3 واعمل مالتيبلاي. تعالى نعمل ستوب، هدي لك واحده زيها هشوفك خدت بالك ولا لا. تعالى كده مع بعض نشوف. طيب تعالوا كده مع بعض نعمل فاينل ريفيجن او جنرال ريفيجن على الالجبرا سكند ترم. لما يجيني فورم بالشكل ده، اول حاجه يا ريت انت ما بتحلش مساله على اساس انها حاله، لا انا هنا بشتغل اكسبوننت، يعني انا عندي باور. النوع ده عليه 3 تايبس، عليه 3 انواع، هعملهم لك كده عشان تعرف. أول حاجة منهم وأسهلهم إن لو كان الليفت سايد 1، لما يبقى هنا الليفت سايد 1 أنا باخد الباور وأقول له إيكوال 0. هو أنا لازم أكتب بالعربي؟ سوري أكتبها كده يعني؟ أقول له لا، أنا هاخد الباور اللي هو 3 سوري اللي هو إكس بلس 3 إيكوال 0. دي بقت إيكويجن أعمل سولف، فانا هعمل اوبوزيت ساين تبقى طنط اكس. لا لا، ما عايز يكتب بمزاجه، بيستاهل، بس يا بابا مش عايزين النهارده، تبقى نيجاتيف 3 بس يا بابا. السكند فورم ادي اهو، بس المره دي ده مش 1، ممكن يبقى هول وممكن يبقى فراكشن. سواء هول ولا فراكشن انا لازم البيز تبقى ايكوال. نقول تاني، انا بشتغل على الباور وده السولف ايكويجن، درس مهم هيطلع يشتغل معاك في كل السنين اللي جايه. فانت هنا كانت اول حاجه الليفت سايد ب 1، السكند تايب ان انا هلاقي هنا مش 1، ممكن يبقى هول وممكن يبقى فراكشن، ماليش دعوه. فانت بتقول انا عايز البيز ايكوال، هنا البيز كام؟ 2. يبقى انا عايز الراجل ده يبقى 2. طب وال 8 ينفع تبقى 2؟ باور عرفت منين؟ الله ينور عليك حبيبي، تقول لي يبقى انا بعمل فاكتورايز. كمان مره، البيز 2 ده مش 2، انا لازم البيز بتاعي ده يبقى برايم. 2 3 5 7. فانت بتاخد ال 8 تعمل لها فاكتورايز، ديفايد 2 ايكوال 4، ديفايد 2 ايكوال 2، ديفايد 2 ايكوال 1. يا 2 انت عملت ريبيتد كم مره؟ زي ما قال زميلكو، يبقى ادي 2 اكس بلس 3 وبدل ال 8 تبقى 2 الباور 3. طب ما هي سهله، طب افرض كان 1 اوفر 8. اسمع ولا ليا فيه،
ادي ال 1 اوفر 8 تبقى 1 وهنا 2 باور. طب انت دينومينيتور انا عايز اخليكي اب. هقلب سن اخليها مش فاهم. الله عليك. يبقى هنا الباور داون في الدينومينيتور عشان يبقى نيموريتور بغير الساين بتاع الباور. يبقى ادي يا مستر يا اما كده يا اما فراكشن. سواء دي بقت كده ولو كانت دي اعمل تشينج للساين بتاع الباور. طيب وصلنا للفورم ده ايه اللي انا ملاحظه؟ البيز ايه اللي استفيده؟ الباور يبقى ايكوال البيز ايكوال البيز استفيد الباور ايكوال الباور. اروح جاي اعمل كده كده خلاص باي باي يا باور بقت ايكويشن عاديه شغلك جريد 6 اعمل سولف اوبوزيت ساين تبقى الاكس ايكوال 3 ماينس 3 ايكوال 0. ادي الشكل الثاني. طب تعالى هنا ايه اللي انا ملاحظه؟ ما عنديش فاكتورايز. الله عليك. هنا بقى انا معايا الباور ايكوال الباور ايه اللي استفيده؟ يبقى طبيعي انك تقول البيز ايكوال. طب يا 2 ينفع تبقى ايكوال 5؟ استحاله. نروح عاملين ايه؟ خد بالك من الكلام، انت بتمشي فكره ورا فكره، الباور ايكوال الباور، استفيد البيز ايكوال البيز، بس يا مستر ال 2 مش ايكوال ال 5، نرجع ناخد الباور واقول له ايكوال 0. فبقى عندي 2 تايمز الباور بيبقى 0. لو كان الليفت سايد 1 او لو كان الباور ايكوال الباور بس البيز نوت ايكوال. ابتدي اكمل. ايوه هذا اهي ايكوال 0 اوبزيت ساين تبقى نيجاتيف 3. طب بص كده ادي انذر فور شكل تاني. ها ايه اللي انا ملاحظه؟ الباور ايكوال باور. شكرا. ايه اللي استفيده؟ البيز ايكوال اقول له كمان الباور ايكوال 0. يبقى انا بقول الحالتين واشتغل على الاثنين. الباور ايكوال الباور يبقى البيز ايكوال خلاص يا مستر. يبقى الاكس ايكوال 2 وده 1 سولوشن ده حل. وما سيبهاش وارجع كمان اخد الباور ايكوال 0 واعمل سولف فبقى عندي 2 سولوشن. يبقى اللي قدامك دول هم الفورمز ما فيش براهم لا بس ممكن يهزر ويديني اشكال تانية لكن نمط الحل عمره ما يتغير وهنقلب دلوقتي. وده كان درس مقرر عليك اللي هو ازاي اعمل سولف للاكسبوننت اللي هو الباور.